وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. استنكار، استنكار ان القوم يكذبون بالقرآن وهو حق من عند الله، وهو الكتاب الصادق الذي لا يمكن لبشر ان ياتي به. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. انا مش مطلوب مني ان اهديكم واهدي قلوبكم للحق، انا مطلوب مني ابلغكم رساله الحق، وحسابكم على الله عز وجل. وتستشعر ضمنا التهديد في الايه، خلي بالك انت كذبت بالحق، وهذا لن يمر مرور الكرام، ده في حساب وفي عقاب وفي سؤال وفي محاسبه. وانت يا رسول الله اديت اللي عليك، انت مش مقصر في البلاغ عشان يتهموك انك لم تبلغ. وما تتعبش نفسك مع هؤلاء المعرضين المكذبين المعاندين، قل لهم لست عليكم بوكيل، كما قال تعالى فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر. مش هنجيب قلوبهم كده ونخليها تتحول الايمان. ربنا لو اراد ان الناس كلها تهتدي لهداهم الله، ولكن لحكمه يختبر العباد سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ربنا ما يريدش قلوب مكرهه على الايمان، يريد قلوب مطواعه محبه للايمان. والا لو هي مساله اكراه على الايمان لقدر الله على ذلك. ولو قدر الله سبحانه وتعالى ان يجعل القلوب تحب الايمان، لكن هناك حكمه في اختبار العباد، وان يتميز الصف بين مؤمن وكافر وصالح وغير صالح. يبقى مهمه النبي صلى الله عليه وسلم هدايه الارشاد، يرشدهم، وهدايه القلوب انما هي الى الله عز وجل. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.